فكرة هي الفعالية هو الحالة اللي بتصنعها الورشة الفنية عند العائلة، الحوار، النقاش، الأفكار المتبادلة، إنهم يقعدوا وقت أطول جنب بعض، يطلعوا بعيون بعض، هذا التبادل الحلو، هي التشاركية الحلوة اللي حتصير بالعائلة. نحن وظفناها بورشة هي ورشة الأرتستيك فاميلي. هي الفعالية اسمها أرتستيك فاميلي، هي حبينا نعملها لحتى نجمع بين العائلة والطفل، حتى نعرف شو بدهم ينجونا مع بعض. يعني مو كل طفل لحاله يشتغل، أو مثلا الأم ترسم لحالها، لا، نحن بدنا يعملوا ميكس، يطلعوا لنا إنتاج لشغلهم هن الكل، ويعملوا لنا روحهم على الورقة. طبعا هي الفكرة فكرنا فيها بالمرسم وانتجناها يعني، وكانت فكرة كتير حلوة. واليوم في تكريم وفعالية لهي الورشة للأهالي، وإن شاء الله ينبسطوا معنا. حبينا نقدم ورشات مختلفة، ورشات تجمع بين الأطفال وأهاليهم. هذا الشيء يعني ما صار تقريبا من قبل، فحبينا نحن ندمج ونغير الجو للأطفال لحتى يحسوا أنه كمان أهاليهم بيقدروا يعملوا فن وشي شيء شبيه منهم. يعني عم نشارك اليوم أنا وابني بالفعالية اللي عاملينها، اللي هي نشاط مشترك بين الطفل والأم. كتير كانت الفكرة حلوة، وكتير كان ممتع النشاط، إنه كيف هيك بدك تعملي شيء سوا أنت وابنك. نحن تحمسنا كتير، صرنا نحن بدنا نرسم وناخد الساحة، وبالوقت هنا كمان بدهم يرسموا يعني. فكانت تجربة حلوة، كيف بدنا نوازن بالأفكار بيننا وبينهم، اختيار الألوان. تحمست أكثر منهم يعني، فكانت حلوه الفكره، ومساحه حلوه هيك حتى واحد يقعد يغير جو، يعني انه بتنسي كل شيء برا وبتندمجي بتفوتي بالجو يعني. وكانت مسليه كثير وممتعه مع الطفل يعني. هي فعاليه كثير حلوه، بتعزز العلاقه بين الاهل، بتخلينا نفهم الطفل اكثر، وممكن هو كمان انه يكون يفهمنا اكثر بطريقه ما، بطريقه اللي هو بيشوفها. نفس الوقت عم نتعلم شو عنده قدرات نحن بالعادة بالبيت ما منشوفها، رح نشوفها هون بالفعالية. كتير متحمسين للنشاط. أنا بالأساس من عائلة فنية، والدي رسام، فكمان عم بتطلع لأنه أنقلها شوي من خبرتي، وعم بتطلع لشوف قديش هي استفادت كمان من الورشات يلي كانت عم بتساويها خلال الفترة يعني بدون أهالي. جايين نشارك بمرسم شغف الفعالية. الفكرة كتير حلوة إنه الأم وابنها يرسموا مع بعض، يعني أول مرة حنشوف ابننا كيف رح يتفاعل، رح يرسم، كيف رح تكون الفكرة. حلو النشاط هيك يعني، إنه الواحد يشتغل مع أولاده. جيت مع ماما عشان نرسم، عشان نعمل مشروع مع ماما. جاي مع ماما وأخي عشان شارك. جاي مع ماما عشان أرسم، بحب مرسم شغف كتير. جاي مع ماما وأختي نرسم بمرسم شغف، و يا ريت دائما يعملوا لنا هيك اشي. جايه مع ماما واختي وجايه ارسم بمرسم شغف مع رفقاتي.